بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن رعاية الحمل والاختبارات المصاحبة للحامل. طبعا راح يكون موضوع شيق جدا، يساعد طبعا القيام بالكشف الطبي المنتظم وفحوصات المتابعة في الحفاظ على صحتك أنت وطفلك خلال فترة الحمل، وهذا ما يسمى بمتابعة الحمل. وتتضمن هذه المتابعة أيضا حصولك على معلومات واستشارات حول كيفية التعامل مع الأوجه المختلفة أثناء فترة الحمل، وأيضا في والاستشارات المعينة والخاصة في بخصوص حملك أيضا، لأن هذه الرعاية والاختبارات المصاحبة مهمة جدا. يعني في خلال الزيارات سيقوم الطبيب بمناقشة طبعا عدة موضوعات مثل التغذية الصحية والنشاط البدني والنشاط الجسدي، بالإضافة إلى عدد من الاختبارات المستقبلية التي يعني سيقوم بها الطبيب في تلك الفترة. وأيضا غالبا سيتكلم عن ما سيحدث بعد الولادة وما قبل الولادة أيضا، ويجب أيضا الحرص على الاستشارة الطبية من قبل طبيب متخصص في طب النساء أيضا وطب الحمل. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم بإذن الله.